أخوان، محاضرتنا لهذا اليوم تتعلق بحسابات الديفيوزيفيتي. احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة أنه كانت عندنا القانون اللي هو الكومباين ديفيوزيفيتي، اللي حسبنا اللي هو هذا قانون الكومباين ديفيوزيفيتي، اللي حسبنا من خلال الكومباين ديفيوزيفيتي، وقلنا هذه الحسابات تحتاج إلى أن نحسب ألفا، سواء كانت العملية عن طريق رياكتنت اللي ناخذ به على اساس الستوكومتريك مال المعادله، او قلنا الان رياكتنت كونديشنز اللي على اساس نقدر نحسب الفا من خلال هذا القانون اللي يعتمد على الموليكيولار ويت. وقلنا بعد انه حتى نكمل حساباتنا نحتاج انه نحسب البلك ديفيوزيفيتي والكنزين ديفيوزيفيتي. الان نجي ان نحسب هذين، ناخذ قوانين البلك والكنزين ديفيوزيفيتي حتى نعوضهم هنا ونحسب الكومباين ديفيوزيفيتي. بالحقيقة الديفيوزيفيتي كفلسفة للموضوع حتى نعرف شلون تمت الحسابات عن أي طريق، الكنزيان ديفيوزيفيتي عرفناها بأن هي عملية التصادم بين الموليكيولز والجدار، والبلك ديفيوزيفيتي قلنا هي عملية التصادم الموليكيولز مع النيبرينج موليكيولز الجار مالته فيتصادمون مع بعض. وقلنا عن هذا الطريق نستطيع أن نعرف حسب البور والمين فري باث المتوفر في مسار الموليكيولز، نقدر نعرف أنه هذه هل أنه إذا كانت البور طبعا صغيرة فأكيد يصير تصادم أكثر من الجدار، كل ما توسعت يكون تصادم الموليكيولز مع الموليكيولز الآخر يكون هو البريدومينيت. بشكل عام البول ديفيوزيفيتي تعتمد على الموليكيولر فيلوسيتي هاي الفي، وعلى المين فري باث اللي هو طبعا يتناسب تناسب عكسي مع الضغط واحد على بي. وبالنسبه للكنزيوم ديفيوزيفيتي ايضا تعتمد على الموليكيولر فيلوسيتي، وتعتمد ايضا على راديوس مالت البور، نصف القطر مالت البور اللي مالت الكاتاليست. بشكل عام المين فري باث يعني الاوردر مالته هو 1000 انكسترون للغازز، يقسم الى طبعا قسمين، ما تجي كاتاليست هو مايكرو بورز اللي هي قلنا الفتحات الصغيره جدا، ولذلك هاي اللي بريدومينيت بها تكون الكنزيوم ديفيوزيفيتي. ومن امثلتها السيليكا جيل اللي تكون تقريبا الفتحات مالتها بين 15 الى 100 انكستروم، واكو النوع الاخر اللي هو المايكرو بورز راديوس، وهذه طبعا تكون الفتحات تكون واسعه اللي حوالي 8000 انكستروم، ولذلك هنا تكون البريدومينيت هي البلك ديفيوزيفيتي. وقلنا الضغط لما يزداد طبعا راح يؤدي الى ان الموليكيولز تقترب مع بعضها البعض فيزداد التصادم مع بعضها، هذا شرحناه بالدرس السابق. القانون اللي يستخدم لحساب البلك ديفيوزيفيتي هو اسمه تشامبمان لو، وهذا هو اللي امامكم اللي هو يقول لك البلك ديفيوزيفيتي دي اي لي بي، يعني الكومبوننت اي في الكومبوننت بي، لان قلنا احنا دائما نريد نحسب الديفيوزيفيتي ناخذ تو كومبوننتس واحده بالاخرى، اذا كان اكثر من تو كومبوننتس ثلاثه اربعه ناخذ كل كومبوننتس مع كومبوننتس اخرى، يعني الاي بالبي والاي بالسي والاي بالدي وهكذا، والبي بالسي، فكل تو يعني كل زوج من الـ من الـ من الـ من الكومبوننتس نصير نحسب الديفيوزيفيتي الها. ونقدر طبعا بعدين يعني نستخدم هاي الحسابات في عمليات التصميم باعتبار اذا كان الانترنال ديفيوجن مهم مو فقط الاكسترنال. المهم فهاي البلك ديفيوزيفيتي راح تساوي لك 0.001858 مضروبه في تي اس 3 على 2، تي طبعا هي درجه الحراره مالت التفاعل اللي قاعد يصير عندك، وهنا طبعا يجب ان تقاس بالجلفن، يعني انت لازم تحط بالجلفن المعادله بها ارقام لازم نتبع الوحدات مالتها، مضروبه في واحد على الموليكيولر ويت مالت الماده اي زائد واحد على الموليكيولر ويت مالت الماده اللي تحت الجذر، وهذه كلها مقسومه البي تي اللي هو البي توتال للمكستشر مالت الغازات، لان هذه نفسها ديفيوزيفيتي بالغازات، مضروبه في سيجما تربيع، هذا السيجما بالحقيقه تربيع هو واخوياه بعد فاكتور اخر نسميه الابسيلون، هذا الابسيلون نحتاجه ليش؟ حتى نحسب هاي الاوميجا، يعني انت سيجما هاي تحسبها ويجب ان توفر عندك الاوميجا، الاوميجا شلون تحسبها؟ تحسبها عن طريق فاكتور يسموه الابسيلون، هي السيجما والابسيلون اثنيناتين يسموها الكونستانس، هي ثوابت بلاندر جونزن بوتنشال انرجي فانكشن، هذا طبعا هاي الكونستانت الموجوده بهذا الفانكشن هاي ثوابت
نقدر نحسبها عن طريق جدول. هسه راح نلاحظه للجدول، يعني هو يعطينا الكومبوننت نروح قبل نطلع هاي الثوابت. طبعا هذه فيما يخص الهاي سيجما، السيجما اللي نقول الماده اي وبي، فتكون بالانكستروم، يعني يجب ان تستخرجها بوحدات الانكستروم. الضغط طبعا بالاتموسفيريك بريشر، يعني لازم تلتزم بالوحده. درجه الحراره بالجلدن، الديفيوزيفيتي سنتيمتر تربيع بير سكند، لازم احنا طبعا نلتزم بهاي الوحدات لما نجي نطبق هذا القانون، لان القانون بارقام. فهسه بقت الاوميجا، هاي شنو تعريفها؟ اللي قلنا هي تعتمد على الابسلون في استخراجها. الاوميجا بالحقيقه يسموها الكوليجين انتجرال. هاي الكوليجين انتجرال هذا الحد اللي هو طبعا مال التصادم، هذا طبعا اعلى قيمه اللي هي واحد. شو وقت لما يكون ريجيد سفيرس، يعني لما تكون البارتيكل اللي هي الكريات مالت الكاتاليست ما بيها فتحات، ما بيها بور، يعني سوليد هي تكون كلها ما بيها بور. زين، طبعا هاي مثل ما قلنا هي فانكشن، المين فانكشن هذا الابسلون. فقيمتها شلون تطلع؟ انت تستخرج هذا الابسلون، بعدين تقول هذا بولتزمان كونستانت الكي بي، تضربه في درجه الحراره تي المعطيك اياها، تقسم على هاي القيمه اللي انت حسبتها مالت الابسلون، تروح تاخذ هذا الفاكتور كله بولتزمان تي في على الابسلون، وايضا السقطه في جدول تطلع بي قيمه الاوميجا حتى تعوضها بالمعادله. طبعا انت حتى تحسب هاي القيمه اللي هي سواء كانت الابسلون اي لبي او سواء كانت هاي السيجما اي لبي، فهي بها قوانين ثاني قانوني. يعني القانون الاول انت الجدول يعطيك سيجما للاي وسيجما للبي، فانت تريد تطلع اي بي، تقول نصك مضروبه في سيجما اي زائد سيجما بي يطلع لك سيجما اي لبي. ابسلون اي لبي هم تطلع ابسلون للاي الماده اي وللماده بي، تضربهم تحت الجذر تطلع ابسلون اي لبي. فالقوانين طبعا هنا العفو الثوابت هنا اللي انت تستخرجها عن طريق هذا الجدول. هذا جان ما نعطيك هاي الثوابت بالسؤال او اعطيك الجدول وانت تستخرجه من عنده. يعني فمثلا لو فرضا على سبيل المثال هو اجى فرضا انطاك فد مادتين، قال لك مثل هذا الاس او 2 مثل ما راح نشوف بالمثال قاعد يتاكسد عن طريق الهواء، فيقول لك احسب لي هاي البلد فيزيتي. شلون تحسبها؟ تجي تشوف الحقول الموجوده عندك بالجدول. الحقل الاول يقول لك مولكيولار ويت، فتروح تستخرج المولكيولار ويت مالت الهواء والمولكيولار ويت مالت الاس او 2، اذا اثنين هذا 1.28 1.64، انت تحتاجه بالقانون كان عندنا سواء كان بقانون استخراج الفا او بالقانون مالت البلد فيزيتي ذاكر لك مولكيولار ويت اي ومولكيولار ويت، فتحتاج تستخرج المولكيولار ويت. تجي بعدين تطلع السيجما، تجي على السيجما مالت الهواء مثلا 3.6، السيجما مالت الاس او 2 4.2، تاخذ هاي الكميتين مالت السيجما تحط وحده هنا اي والثانيه بي مضروبه في النصف تطلع سيجما اي دي بي. تجي بعدين شو تسوي؟ تاخذ الابسلون. الابسلون هو شلون منطيك اياه؟ منطيك اياه بصيغه ابسلون في بولتزمان كونستانت، هذا بعض ابسلون في بولتزمان كونستانت. فتطلع للهواء 97 وتطلع الاس او 2 مقداره 252 مثلا. هذا انت طبعا لما طلعت هاي ال 47 او ال 252 هاي قيمتها عباره عن ابسلون مقسومه على فولتزمان، يعني بالمعنى هذه الابسلون الواحده شو تساوي لك؟ تساوي لك ال 97 في فولتزمان، لان ابسلون على فولتزمان يساوي 97، يعني بولت يعني ابسلون يساوي لك ال 97 في فولتزمان. زين عيني؟ فهاي ايضا تحتاجها، تجي تاخذها هنا تعوضها، تعوض هاي الابسلون هنا مثلا اللي راح تكون مضروبه في بولتزمان طبعا، يعني مقدار 97 في بولتزمان. هذا مثلا ايضا تعوض مكان ال 252 مالت الاس او 2 هم في بولتزمان، فتصير عندك بولتزمان في بولتزمان بولتزمان تربيع، تحت الجذر شو يصير؟ يصير بولتزمان تطلع منه، تضرب هذا الرقم في هذا الرقم مضروبات في بولتزمان كونستانت الكي بي. وطبعا ما تعوض بقيمه بولتزمان لان انت بالنهايه راح تختصره بعدين. ليش؟ لان انت تريد تطلع هاي القيمه. لو اروح على هذا الجدول، زين هسه نعوف هذا الجدول، نروح الى الجدول الاخر اللي هو هذا. انت القيمه اللي تريد تطلعها هي بولتزمان في تي على شنو؟ على الابسلون اللي استخرجته اللي هي اي دي. فبما انه اكو هنا قيمه رقم مضروب في بولتزمان وهذا فوق بولتزمان، تقدر تختصر هذا ويا هذا، فما تعوض بقيمه بولتزمان كونستانت. زين
وهنا راح يكون عندك تبتلي درجة الحرارة، وهاي القيم طلعتها من الجدول، تجي تاخذ هاي الكمية قد راح تصير من تقسمها البصل على المقام، تجي تاخذها تشوف هنا قد مثلا على سبيل المثال فرضا طلعت بوينت 6، تروح على البوينت 6 تطلع الاوميجا راح تساوي لك 1.8، فرضا طلعت 4 يعني تطلع 0.88. اذا طلعت لك مثلا مرات تصير مثلا لا هي 4 ولا هي 5، تكون بيناتهم 4.5 4.7 بالعشرة، تسوي طريقة الانتربوليشن كنتم تعرفوها يعني، ما اعتقد استفارق صفراء بالميرشن انتربوليشن، تاخذ هاي القيمة وهاي القيمة وهاي القيمة المقابلها وهاي القيمة المقابلها وهاي القيمة اللي هي بالنص اللي انت تريدها، فتطلع القيمة قد مقابلها بين هذول النصين، تعرفوها هاي مال انتربوليشن. زين هسه احنا بهيك حالة طلعنا طبعا قيمة السيجما اي لي بي، طلعنا قيمة الاوميجا ايضا، هاي طلعناها، هاي الاوميجا طلعناها عن طريق الابسيلون، البي تي اللي هو الضغط معلوم عندنا، درجة الحرارة معلومة، ذني ايضا الموليكيولر ويت المادة اي و بي معلومات، فتعوض هنا تقدر تطلع البلد ديفيوجن. زين طبعا هنا اكو نقطة، انت بالحقيقه هذه هاي الجداول الجدول هذا اللي اعطيتك اياه اللي شرحنا عليه يقول لك هذا فقط يعني ليميتيشن بي للنون بولر غازز. احنا بنقول نون بولر غازز بالحقيقه هذه يعني معناتها الغازات غير المتعينه اللي ما تحتوي على الشحنه، لكن في غازات متعينه يسموها البولر غازز اللي تحتوي بها على شحنات سالبة وموجبة. بالحقيقة مرات هذه أكو قانون آخر عندنا اللي هو هذا اللي تشوفه البالك، وإحنا طبعا يعني قليل استخدامه، يقول لك سيجما تساوي لك 1.18 في في بي مرفوع للقوة 1/3. هاي الفي بي بالحقيقة يسموها الفوليوم بير مول، وحدات السنتيمتر مكعب على جرام مول، هاي في النورمال بوينت بوينت. لكن طبعا أنت عندك دائما قلنا هذه الذرات يعني يصير بها انكريمنت بالفوليوم، زياده بالفوليوم اثناء التفاعل، فتخضع الى قانون جابز لو. فهذا الانكريمنت مثلا اذا قلت لك هيدروجين هو مثلا في بهاي الصيغه يعطيك الفوليوم مالته تضيف له 3.7 يسموها الانكريمنت فوليوم، الزياده بحجم الذره مثلا اذا هو ما عندك ذاك الجدول تشتغل عليه. فتجي تعوض هنا البي بي تطلع السيجما. اذا تريد هذا القانون نفسه اللي هو بوزيشنال بي تي على الابسيلون، تاخذ التي مثلا على سبيل المثال درجه الحراره، هاي التي كريتيكال اللي هي تعرفها يعني الكريتيكال تمبرتشر ماخذها ايضا موجوده عندك هنا، اذا تريد هاي موجوده كولوم هذا موجود كامل كاتب لك تي سي الكريتيكال تمبرتشر، تقدر تاخذها تعوضها هنا زين عيني، فيطلع لك هذا المقدار. هذا المقدار اذا طلع عندنا نقدر نروح نقدر نستخدمه هنا بالجدول مال الاوميجا اللي هو هذا نفسه هو متواوع قد الاوميجا قباله تخليها، وتروح تعوض القيم مالت السيجما والجاما بالقانون نفسه وتطلع قيمه البلد ديفيوزيتي. فالعمليه هي سهله هنا بالحقيقه. هاي فيما يخص احنا قاعد نشرح على حسابات البلد ديفيوزيفيتي. زين لو كان عندنا مثلا على سبيل المثال كنزم ديفيوزيفيتي شلون راح نحسبها؟ ايضا لها قانون. احنا قلنا هي تعتمد على الموليكيولر فيلوسيتي، الموليكيولر فيلوسيتي هي تساوي لك 8 ثابت الغازات في تي درجه الحراره على باي على الموليكيولر ويت مالت الماده اي مرفوعا للقوه 1/2. فهذه البلد الكالسيوم ديفيوزيفيتي اصلا 2/3 الفيلوسيتي الموليكيولر فيلوسيتي في الراديوس الاي، الراديوس يعني القطر مالت نصف القطر مالت البوه. فتجي تعوض هسه هذا المقدار هنا مكان هاي البي، تجري الترتيبات الرياضيه راح تطلع لك القانون النهائي الفاينل اللي هو هذا هو الفاينل لو اللي يخص الكالسيوم ديفيوزيفيتي، راح يساوي لنا 9.7 في 10^3 مضروبة في الراديوس مالت الفور، طبعا وحداته بالسنتيمتر، يعني اذا انطاك اياه بالانكستروم لازم تحوله انت حتى تحوله للسنتيمتر،
ما وطبعا هنا لان الكالسيوم هي ايضا سنتيمتر بير سكند، يعني مثل ديتشي مالت البلد فيزيبيتي. درجه الحراره ايضا بالجلفن نفس ديتشي، وهذا الموليكيولار ويت. فانت طبعا هنا هاي اذا موجوده القيم مالت الريدوس درجه الحراره الموليكيولار ويت تقدر تحسب الكالسيوم ديفيزيبيتي. فانت هسه حسبت الكالسيوم ديفيزيبيتي والبلد ديفيزيبيتي اثنيناتهم من قوانينهم، تقدر تاخذهم وين توديهم؟ توديها تعوضها بالقانون الاساسي مالتك اللي انت استخرجته، اللي هو هذا. تحط قيمه البلط هنا، قيمه التنزين ديفيزيتي هنا، هذا الواي الكونفرجن احنا نعطيك اياه، وهاي الالفا ايضا عندك تحسبتها من الموليكيولار ويت بالقانون مالتك. تقدر تطلع الكمباين ديفيزيتي الكليه اللي قاعد تصير. اكو نقطه مهمه معرج عليها، انت لو لاحظت انه هاي البلط ديفيزيتي لما حسبناها هي يعني عليها من اعتمدت في الدرجة الأساس، يعني تتغير مع تغير درجة الحرارة، وأيضا تتغير ويا من ويا تغير الضغط. يعني لما يتغير الضغط ودرجة الحرارة تتغير البلد ديفيوزيفيتي، بينما لو تروح إلى الكنزيان ديفيوزيفيتي بالحقيقة شوفها أيضا تتغير بتغير درجة الحرارة، لأن هي معتمدة على درجة الحرارة هاي، وتتغير بتغير الراديوس مالت الكور مالت الكتلست اللي انت تستخدمه. بينما الضغط ما ياثر على التنزيم ديفيزيفيتي، يعني اذا تغير ضغط فقط البلد ديفيزيفيتي تتغير، بس التنزيم ما تتغير ما تتاثر به. بينما اذا تغير الراديوس مال الكور فقط التنزيم ديفيزيفيتي تتاثر به، بينما البلد ديفيزيفيتي ما تتاثر به، لان هو ما موجود بالقانون مالته اكو راديوس. عرفت عيني؟ فهاي لازم تعرف هاي الفاكتورات، هاي نقطة. النقطة الأخرى المهمة، أنت إذا تلاحظ بأن هذا يذكر لك المادة A مثل MA، بينما هناك بالبلد ديفيوزيفيتي ذكر لك اثنيناتهم، ذكر لك MA و MB. زين، أنت لو تجي مثلا تريد تطبق هسه بالكالكوليشن مالتك، إذا تستخدم الموليكيولار ويت للمادة مثل مادتين، فرضا طاق الهواء وطاق الـ SO2، انت وين ما تحط هنا، سواء حطيت هنا الهواء وهنا حطيت الاس او 2 كقيمه مولكيولار ويت او بالعكس، بهاي الحسابات ما تاثر عليك بالبلد ديفيزيتي، لان هو ماده اي او هاي ماده بيكون تحت الجذر، تحطها هنا تحطها هنا هو يطلع الجواب صحيح ككالكوليشن. لكن لو اجيت على البلد الكنزيان ديفيزيتي، هاي ما بيها اي وبي، هاي بيها فقط المولكيولار ويت مالت الماده اي. يعني اذا انت تغلط وتعتبر الماده من المواد هي الاي وهي تطلع ماده بي وتحط الموليكيولار ويت مالك، راح تطلع حساباتك هنا غلط. زين، شلون تعرف انت ياها الماده اي وياها الماده بي؟ الماده اي هي الماده المين، الماده اللي تنتشر في الماده الاخرى، يعني الماده اللي هي الاساسيه اللي تحدد الخطوه البطيئه خلال التفاعل. بس انت طبعا هاي صعبه عليك تعرفها حاليا في مرحلتك، يعني اللي يقبل الاكسبيرمنت هو اللي يعرف الموضوع. فاحنا راح نعطيك امثله، اذا جتك السؤال بنفس المواد بهاي الامثله اللي انا راح اعطيك اياها هسه، فانت حافظهن، هاي ماده اي هاي ماده بي. بس اذا جاك سؤال بمواد غير هاي اللي انا راح اعطيك اياها بالامثله، فبيجي حاله لازم انا احدد لك، اقول لك هاي الماده اي وهاي الماده بي، حتى لا انت تغلط يعني ويروح وتروح عليه التعويض كله. هذا فيما يخص حسابات البلد ديفيوزيفيتي والكنزيان ديفيوزيفيتي وتعويضها حتى نطلع الكمباين ديفيوزيفيتي. هسه لو روح ناخذ فد امثله عليهم، لهاي الامثله البسيطه زين، حتى نعرف شلون تتم العمليه، شلون يتم تطبيقها كرياضيات زين، واستخراج القيم من الجداول للحل. هذا مثلا يقول لك rate of oxidation of SO2 with air has been measured in effects in a differential fixed bed reactor. The gases pass through the reactor at a pressure of 790 millimeter Hg اللي هي طبعا 105 في 10 اس 3 باسكال. احنا ما يهمنا يعني، نريد بس قيمه للضغط. The temperature of the catalyst bullet وز 480 سنتيجريد اللي هي 753 جلدن، معادلة تشتغل جلدن. The gas combustion is about 94% air with the reminder SO2 and SO3. طبعا هو يتأكسد هذا الـ SO2
بوجود الهواء، الأكسجين بالهواء 21% حتى يتحول إلى SO3. Estimate the diffusivity of SO2. إحنا طبعاً هنا من نجي على سبيل المثال نريد نشوف هذه السؤال اللي عندنا اللي منطقين هي عبارة عن هواء SO2. إحنا طبعاً أخذنا قبل فتشي مقارب، قلنا دائماً هنا هو الخطوة البطيئة المحددة هو شنو؟ هو وجود الأكسجين. الديسابيرنج مال الأكسجين إذا ما ظهر يتوقف التفاعل، فإذا الأساسي بالموضوع يا هو راح يكون عندنا الأكسجين. الأكسجين هو اللي راح يعتبر المادة البريدومينيت هنا عندك. زين عيني؟ زين. فأنت تجي شو تسوي هنا عندك؟ تجي تروح تاخذ الهواء وتاخذ الـ SO2. زين الاثنيناتين هذا الهواء وهذا الـ SO2. تروح على الجدول. نروح ناخذ هنا هسه خلينا نروح على الجدول، يعني سويت هذيك الساعة يعني ماكو داعي اعيدها. زين عيني؟ تجي تاخذ مثلا قبال الهواء، ايش قد المولكيولار ويت مالته؟ على سبيل المثال تطلع هذا المولكيولار ويت من الجدول 28، تروح مثلا على اللي هو قيمة السيجما، ايش قد مثلا مالته؟ تطلعها من الجدول. قيمة الابسلون على بولتزم كونستانت 97، يعني الابسلون قد راح يصير؟ راح يصير 97 في بولتزم كونستانت. تروح للمادة الثانية الـ SO2 متفاعلة، ايضا هنا أنا راح اطلع قيمة سيجما على بولتزم كونستانت من الجدول، هي راح تصير 252، يعني 252 في بولتزم تعطيك الابسلون. تروح تطلع سيجما من الجدول وتطلع المولكيولار ويت مالت الـ SO2. هذا نيك استخرجت من الجدول مقابل اسم كل مادة. تجي تاخذ القانون مالتك يقول لك السيجما اي ل بي راح تساوي لنا عبارة عن نصف اللي هي نصف سيجما اي زائد سيجما بي. فتعوض القيم الموجودة عندك اللي هي هنا راح تكون هاي القيمة اللي انت استخرجتها، هاي شوف عيني هاي القيمة نفسها، راح تجي تاخذها تعوضها هنا. تجي تاخذ مادة المادة الثانية اللي هي راح تكون قيمة السيجما 4.2 هاي، فتطلع قيمة سيجما اي ل بي هاي بالقانون. تروح مثلا على الابسلون تحتاج حتى تطلع الاوميجا، فالقيمة مالتها ايش قد كانت؟ كانت 97 هاي هي، كانت قيمتها 97 في البورتزمنت، فتقول 97 في البورتزمنت. تروح مثلا على سبيل المثال المادة الثانية ايش قد كانت قيمة السيجما اي ل بي؟ كانت 252 في البولتزمن، حتى تطلع بس هاي السيجما يعني 252 في البولتزمن. لان من تعوض يصير عندك بولتزمن في بولتزمن بولتزمن تربيع، تحت الجذر يبقى بس بولتزمن فيطلع هو هذا. هنا 97 في 252 هسه لا تعوض بولتزمن كونستانت، هو هاي قيمته لان نعرفها القيمته اللي هي 1.3 8066 في 10^-23 جول بير جلفن. احنا نعرف قيمتها بس ما نعوض بها لانه اصلا راح يختصر، يعني احنا بجدول الاوميجا شراد من عندنا يريد نطلع بولتزمن على تي مقسومه على ابسلون اي ل بي، لازم نطلع هاي القيمه كلها حتى نروح نعوضها على مود نطلع الاوميجا المقابله. فبما انه هاي القيمه حتى نعوضها هي تحتاج بولتزمن في تي، تي معلومه عندي بولتزمن هذا موجود، والقيمة مالت الابسلون طلع لها بدلالة بولتزمن حتى نختصر هذا ويا هذا ونفضها، على وجه نعوضه مرة هنا ورد نعوضه هنا نضيع وقت فيه بدون فائدة. فإحنا مجرد هنا راح نحط هذا نخليه هذا بدلالة بولتزمن حتى بالتالي نختصره ويا بولتزمن فوق البسط والمقام. فهسه تحسب ذني يطلع لك 4.8، تروح على الأوميجا تشوف بالأوميجا على سبيل المثال، مثل هسه نروح نطبق بأوميجا هو طلع لنا 4.8. زين نروح مثلا على الجدول، خلينا نرجع للجدول مال اوميجا اللي هو هذا، مثلا نروح على جدول اوميجا نشوف مثلا وين ال 4.8. احنا ما عندنا هنا 4، عندنا 4 وعندنا 5، فال 4.8 صايره بنصها. انت تسوي انتربوليشن، تعرفها طريقه الانتربوليشن حتى تشوف ايش قد تطلع لك القيمه بيناتهم. زين عيني، تروح تطلع هاي القيمه مال الاوميجا هنا حتى مود حتى تعوضها بالمعادله مالت البلد ديفيوزيفيتي حتى تقدر تستخرج القيمه مالت البلد ديفيوزيفيتي. فطلع الاوميجا طلعت له 0.85
هسه عوضوا مكان اوميجا وعوضوا مكان سيجما طلعها، وهذا الموليكيولار ويت معلوم للماده اي وبي، حطيتهم اثنيناتهم واجريت مالتك الحسابات وطلعت قيمه البلد فيزيبيتي. زين هسه لو مثلا تروح انت على سؤال اخر يقول لك انيكل كاتاليست فور ذا هيدروجينيشن اوف اثيلين هاز مين بور راديوس اوف 50، هنا مثلا جاب لك راديوس يعني انك كنزيوم ديفيوزيفيتي. Calculated the bulk and Kensian diffusivity of hydrogen for this catalyst at 100 degree مطيك يعني تحولها للجلفين and 1 and 10 at temperature، يعني يقول لك مرة أخذ الضغط 1 مرة 10، يريد يراوك تأثير الضغط هو بالامتحان ما نجيب لك إيش، طبعا نجيب لك ضغط 1 in a hydrogen ethan mixture. يعني شنو معناته اللي يتفاعل الهيدروجين والإيثان. فهنا طبعا هم تروح على الجدول، هذا الجدول مالتك خلينا نرجع له زين عيني حتى نطلع قيمة الهيدروجين والإيثان. هنا زين بالجدول نفس العملية هي اخوان كل ساعة تذكرها، ترى نفسها ما بيها في شيء، يعني مجرد جدول ده طلع منه قيم لا اكثر ولا اقل. تروح هنا مثلا تشوف مثلا وين الهيدروجين عندك زين عيني، هذا مثل عندك الهيدروجين موجود هنا زين، وشوف مثلا هذا الـ الايثان هنا نيث ايث ايثان، هذا طلع القيمه مالته شوف ايش قد هنا، طلع هاي القيم هنا عندك اللي هي ايضا هي تحتشمل هنا مثلا الموليكيولار ويت مال هاي الماده الهيدروجين الايثان، وتشمل السيجما وتشمل الساي اللي الابسيلون العفو على البوتزم كونستانت، ايضا نطلع نفس القيم هاي اللي هي هنا زين. طلع هاي القيم هنا كيف هاي مال هيدروجين، طلعت القيم السيجما والابسيلون، طلعت الموليكيولار ويت مالته، تروح على الايثان هذا هما تين تطلع قيمة البولتزم السيجما والابسيلون، تجري نفس القانون هذا اللي هو سيجما يزال سيجما دي تعوض به، هذا الابسيلون هم قيمه نفس الشيء يكون مضروب بولتزم كونستانت، تريد تطلع هذا الفاكتور تتصل هذا ويا هذا قيمة البولتزم يطلع لك هاي القيمة مثلا 4. تروح للأوميجا هو طالع 0.884، نروح نسقط أمام الأربعة شوف الأربعة ايش قد، هذيك الساعة ما طلعت لنا القيمة موجودة فسوينا انتربوليشن زين، المرة راح نجي نشوف ايش قد الأربعة، الأربعة هاي أربعة إذا مالها 0.884 هاي جاهزة قبل تاخذها وتعوضها كأوميجا، ما تحتاج تسوي انتربوليشن، يعني مرات القيمة هي تجي أصلا موجودة زين بالسؤال، فجبت القيمة عوضتها هذه طلعت لك هاي 0.884، بس تيجي تعوض بالسؤال مالتك عندك تي معلومه، عندك الموليكيولويت مالت الماده اي والماده بي معلومه، عندك السيجما موجوده، عندك الاوميجا انت ايضا استخرجتها، فتخليهم بدلاله بي تي هو هنا تخليهم بدلاله الضغط على اعتبار ماخذ الضغط مرتين، مره ما يعوضه 1 ومره يعوضه 10 حتى يراويك التأثير، لما تكون ضغط 1 كانت 0.8 تطلع الديفيوزيفيتي، بينما كان ضغط 10 يطلع 0.086، يعني شوف صار فرق كبير لما صار هذا 10، فهذا تأثير الضغط على البلد ديفيوزيفيتي. هسه يريد يحسب تحسب منه الكنزيان ديفيوزيفيتي، تروح على القانون مالك نفسه هذا القانون اللي أخذناه اللي هو 9.7 في 10 أس 3، هنا بس تنتبه البور هاي الاي هو ايش قد مطيك اياها بالسؤال، لو تلاحظ السؤال قايل لك تريدها 50 انكستروم، احنا من اخذنا القانون ايش راد من عندنا يقول لنا تاخذها بالسنتيمتر، فحتى تحول من انكستروم للسنتيمتر تضرب في 10 أس ماينس 8، هاي هي طبعا قيمه درجه الحراره تاخذها بالجلفين، هاي 2.019 هي تعتبر الماده اي زين عيني، هي تعتبر المادة أي زين، فأنت من تجري حساباتك يعني تعرف بأنه قيمة الهيدروجين لأن هو اللي قاعد يسوي الخطوة البطيئة 2.9 هو يعتبر المادة أي بينما ذاك يعتبر المادة دي زين،
فلذلك تعوض بقيمه الهيدروجين هنا مولكيولر ويت مال. انت تحسب الكنزين ديفيزيبيتي، تلاحظ ان هنا ما عندك يعني سواء كان الضغط 10 او الضغط 1 ما يتاثر، هي تطلع نفس قيمه الكنزين ديفيزيبيتي، بينما بالبلك ديفيزيبيتي لا تاثر، لانه اصلا الضغط هنا ما موجود بالمعادله. هسه ناخذ بعد مثال ثالث، شو يقول لك؟ كالكوليتد ذا كومبايند ديفيوزيفيتي اوف هيدروجين، نفس ذاك راح ياخذ الهيدروجين والايثان. زين يقول لك هذين اثنيناتين اللي هو طبعا يطلع الايثان والهيدروجين يطلع الاثيلين، يقول لك هذين اثنيناتين ثلاثه هن ان ابور اوف راديوس 50 تو توتال بريشر كورسبوندينج تو 21، يقول لك طلعها بضغطين. Suppose that the pore is closed at one end and that open and the open end يعني واحدة من الفور يقول لك تعتبر الجهة مغلقة والجهة الثانية هي مفتوحة، هاي المفتوحة معرضيها exposed to a mixture of ethylene and hydrogen، يطبيها ethylene وهيدروجين طبعا يعني حتى يصير التفاعل على مود يتكون الناتج مالتك داخل البور بالاعتماد على الاسيد سايت الموجودة في داخل الفور. زين عيني the pore wall is a catalyst for the reaction. هذا درجة الحرارة اللي هي 100 هاي طبعا بال يعني هنا أنا بالبداية يقول لك احسب لي قيمة الكومبايند ديفيوزيفيتي ريجه ايش قد هي راح تصير الكومبايند ديفيوزيفيتي، وطبعا هاي الكومبايند ديفيوزيفيتي حتى نحسبها احنا على تعتمد على شنو؟ طبعا هنا يعني حتى انت تحسب يعني قصدي هاي البلد ديفيوزيفيتي والكنزين ديفيوزيفيتي على مطلع الكومبايند ديفيوزيفيتي هنا راح تحتاج ايضا الى الفا، فلذلك وش قايل لك؟ قايل لك فور كومباريزن كالكوليت ذا كومبايند ديفيوزيفيتي اوف هيدروجين فور ديفيوجن ثرو ان انكاتاليتيك كابيلارتي اوف راديوس 50 هنا اذا نعطيك الراديوس هيدروجين سبلاي ات وين اند اند ذا ايثان ات ذا اذر the pressure is maintained the same at both ends of the capillary. Make the calculation for two composition. نعم نعطيك اثنين واي. مرة قايل لك اياها اعتبرها 0.5 مرة 0.8 حتى يراويك تأثير الواي converging على الكومبايند ديفيوزيفيتي الكلية اللي احنا قلنا هو موجود بالقانون مالته. فهنا حتى تقوم تقيم بالحسابات عندك نقطتين، عندك راح تحسب الالفا باتجاهين. يا اما تاخذه اذا كانت عندك reactant condition او اذا كانت عندك non reactant condition. اذا كانت reactant condition اللي هي reaction condition هاي هنا في شي حاله لازم تعتمد على الاستيكومتريك مال المعادله مثل ما قلنا كومباوند الاستيكومتري مال المعادله هذا واحد هذا واحد هذا واحد يعني شنو يعني نفس الاستيكومتريك بس متعاكس، لذلك قلنا في وقت ناخذ الالفا تساوي الصفر. فالقانون مالت الكومبايند ديفيوزيفيتي راح يصير واحد على البلب زائد واحد على الكنزين ديفيوزيفيتي، فمجرد ما نطلع البلب ديفيوزيفيتي يعني الالفا صفر وهي طبعا طلعناها ذني البلب والكنزين لان نفس مالت السؤال السابق نفس هذا السؤال هو نفس التفاعل هذا اللي اخذناه ستون فمطلعيهن احنا ذني البلب والكنزين ديفيوزيفيتي نجيبهن اثنيناتهم نتعوضهن هنا زين عيني طبعا حسب الضغط مره واحد مره 10 يعني تتفق يعني هي يعني نفس الكالكوليشن قصدي تعيدها فيطلع عندك الكومبايند ديفيوزيفيتي. زين اذا قال لك لا انا ما اريد رياكشن كونديشن اريد نون رياكتنج سيستم يعني ما تاخذ بعين الاعتبار الاستيكومتريك تروح على قيمه الفا تحسبها ايش تسوي؟ راح تاخذ الموليكيولر ويت مالت الماده على الماده بي، الماده اللي هي قلنا الهيدروجين على الماده بي زين عيني تحسب هذين الاثنيناتين طلع الالفا، هاي الالفا اللي طلعت راح تجي تعوضها هنا أنا. هاي البلك موجوده الكنزين موجوده هذا مطيني الى قيمتين الواي شوف كاتب لك اياها هو قيمتين للواي مطيك زين مره مطيك اياها 0.5 مره مطيك اياها 0.8 هاي 0.5 هاي 0.8 فهمت تقعد تعوض مرتين حتى يراويك التاثير هو لا اكثر ولا اقل زين عيني تجي انت هنا عاد هذا عده العمليه مره هنا معوضها قيمتها 0.5 للالفا يعني نفس الحسابات مره معوضها 0.5 ومره معوضها 0.8 وكل واحده ماخذها بضغطين هاي 0.8 وجاري نفس الحسابات حتى يطلع الكومبايند ديفيوزيفيتي يعني انا استخرج البلد ديفيوزيفيتي والكنزين ديفيوزيفيتي وهاي هنا حتى يراويك يقول لك انه اكو تاثير المنت
لان هاي الكومبايند ديفيوزيفيتي بالحقيقه هي فانكشن المنت فانكشن الى الالفا اللي هي شبيهه هاي بيها الموليكولار ويت مالت الماده اي وبي، وهي فانكشن الى الكونفرجن اللي عندك الكومبوستشن هاي اللي هي الواي، وايضا فانكشن الى البالك ديفيوزيفيتي، والبالك ديفيوزيفيتي معتمد على درجه الحراره وعلى الضغط، وايضا فانكشن الى الكانزيان ديفيوزيفيتي اللي هي معتمد على الضغط وعلى الفور مالت الكاتاليست. فكانما هاي المعطيات لدرجه الحراره، الضغط، الراديوس مالت الكاتاليست، الكومبوزيشن، الموليكولار ويت، هاي كل الفاكتورات مهمه في حساب الكومبايند ديفيوزيفيتي الكلي. فهنا هو سؤالك مقارنة، يعني دي يقول لك شنو الفرق لما تاخذ رياكتنت كونديشن وتكون الالفا صفر، او تاخذ ان رياكتنت كونديشن وتحسب الالفا من القانون حتى راوي تاثيرها على الكومبايند ديفيوزيفيتي الكلية. فهو ما بي شيء اخواني، يعني الحلو كلش هذا الموضوع انه مجرد انه قانونيا للتنزيم وللبلد كل واحد تحسب لها مالته، بس بالبلد ديفيوزيفيتي انت تحتاج تستخدم الجدول يعطيك مادتين، تروح تطلع قيمة السيجما والموليكولار ويت وتطلع قيمة ابسيلون ايضا، هاي الابسيلون تاخذها مثل ما وضحنا على مود تستفاد منها تطلع الاوميجا وتعوض بالقانون، واذا كنت تحويل وحدات تحول تطلع الكنزيان ديفيوزيفيتي اذن يتعوضهم بالقانون مالت الكومبايند ديفيوزيفيتي اضافة للالفا. اذا كانت رياكتنت كونديشن انا طلبت منك خذها، شوف يصير اوكي موليكولار اخذها صفر، إذا كانت الرياكتنت كونديشن فتروح أنت تحسب الألفا من هذا القانون مال واحد ماينس موليكولار ويت مال أي على بي تحت الجذر، تحسب الألفا من عنده وتعوضهم بالقانون تطلع لك الكومباين ديفيوزيفيتي. هذا كل ما في الأمر. طبعا هنا هذا كله إحنا من قاعد نحكي إخوان، قاعد نحكي فور غازز، يعني إحنا قاعد نحكي هنا شنو الديفيوزيفيتي دائما أخذناها بالغازز. زين، يعني أول ما بدينا إذا تتذكر أنت قلنا هاي، شوف قلنا gases diffusion in a single cylindrical bore، لذلك أعطيناها أي، فهو أي أعطيناها. لو نجي مثلا على سبيل المثال إلى الجزء الآخر، بعد أن كملنا هذا الجزء الآخر اللي هو ال B diffusion in liquid. طبعا ال diffusion in liquid إخوان هذا بي هنا بالحقيقة مو ذات أهمية كبيرة، يعني احنا أكثر تركيزنا نركز على الديفيوجن. وين الديفيوجن؟ بالغازز، لأن المين فري باث اللي احنا رمزنا له بالرمز لامدا، زين هذا اللي هو قلنا عليه اللي رمزت له بالرمز لامدا انت سابقا لما طلعنا العلاقات اللي سميناه لامدا، قلنا هذا المين فري باث اللي يعتمد عليه هاي اللامدا، شوفه طلعناها هاي اللامدا اللي سميناها المين فري باث، هاي تكون سمول كلش. وين؟ بالليكود، في حالة الليكود. ليش تكون سمول؟ يعني المجرى مات ما يعني حركة الموليكيولز بالليكود تكون مقيدة. ليش تكون مقيدة؟ لأنه أنت عندك هاي الموليكيولز بالليكود يكون كلوز توجذر، واحد قريب على الآخر، مو مثل الغاز اللي الموليكيولز مات تكون عنده سبيس وحرية بالحركة والتصادم مع أخو الموليكيولز أو مع الجدران. فلذلك ما يكون أكو ذاك التأثير المن للديفيوزيفيتي بالليكود، يعني هاي الحركة الكوليجين التصادم اللي احنا طبعا نعتمد بيه بارينياس لما طلعت التصادمات اللي هو أي، ما يكون لذاك التأثير على ميكانيزم التفاعل. ولهذا السبب احنا ماكو فد ريزيستنس للديفيوزيفيتي، خاصة مثلا كنزيوم ديفيوزيفيتي احنا نهملها. وإذا نحكي على البلد ديفيوزيفيتي فكمية كلش قليلة، هي طبعا تقاس بهذا القانون NH تساوي لك ماينس DA ل P DC ل A على DX. هذا طبعا شوف أخذت اللي تمثلك المول فلاكس كعلاقة بين المول فلاكس والجراديانت مالت الكونسنتريشن،
طبعا ناشف شو استخدمت دي سي يعني شنو الكونسنتريشن، ما استخدمت مثل ذاك بي في على تي. ليش؟ لان ذاك غاز. شوف هناك من استخدمنا باور اذا تتذكر من اخذناه القانون مالته باش اخذنا بي تي ار على ار تي واخذنا هاي واي. ليش؟ لان هذا هناك كان غازات، هنا ماكو غازات، فمن نستخدم هذا البي تي على ار تي؟ لان ما نستخدم شنو نستخدم فقط كونسنتريشن بقى. هذا قانونه فقط بكونسنتريشن زين. هذه طبعا مع هذا هاي قيمتها لو تحسبها انت للكود عاده تطلع تقريبا حوالي 10 1 في 10 اس ماينس 5 سنتيمتر تربيع بير سكند. يعني تخيل هو رقم يعني خمس، يعني مثلا انت تقول بوينت او 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 ويطلع لك عود رقم واحد او اثنين. زين هذا مثلا شيء ياثر، يعني شنو تاثيره برايك على النتيجه؟ قد قيمته هو هذا حتى ياثر على النتيجه مالته. فلذلك هي عاده هاي ما تاخذ. طبعا هي في مرات مثل عندك بالتريجل بيد ريكتر بالستري بيد ريكتر يكون لها ايضا تاثيرات ولو طفيفه. ليش؟ على اعتبار انه البارتكل مال كاتاليست تكون كلها مغموره بالليكويد، فيكون الليكويد اصلا شنو هو؟ اصلا الليكويد مالي كل البور الموجوده. واحنا قلنا انه ما عندنا، ما يصير السر حركه انتقال للغاز اللي يريد يتفاعل على سطح الكاتاليست الا مرورا بالليكويد، فاكو ريزيستنس انتقال البابل مال الغاز. فلهذا السبب قد يظهر اكو اهميه للديفيوزيفيتي مال الليكويد في حاله السلاري بيد او التريجل بيد ريكتر. اذا نقارنها مع اذر ريكتر الفكس بيد، يعني بالحقيقه ما نتوسع بيها، يعني بس مجرد اذا تجيك، يعني تجيك كشرح مثلا يجي تشرح عليها اطلب من عندك. زين، ومثل ما قلنا يعني هي هاي القوانين المتبعه، يعني هي الاهميه هي البلد ديفيوزيفيتي والكونزين ديفيوزيفيتي والكمباين ديفيوزيفيتي. وبالنسبه حتى فيما يخص هذا القانون اللي قلنا هو مثلا اذا ما وجدت مثلا الجدول المطاطيه واقترحت ملقيه الماده هناك، يعني مثل اكو مواد هنا فرضا على سبيل المثال مثل هذني مثلا اذا هل قدرنج بيها السايكل اذا هاي ما موجوده هناك، فتيجي تضطر تستخدم هذا القانون يعني عوض عن ذاك الجدول. او انت مثلا على سبيل المثال اكو ذرات قلنا يصير بيها نكرمنت في الفوليوم تغير يعني معروفه، فحتى مور اكيوريت للحل تروح تستخدم هذا الجدول وتي كريتيكال تطلعها. لكن بشكل عام الاساسي الحقيقي بالحسابات هذا الجدول. وطبعا مو بس هاي المواد، يعني هذا ماخذ منه جزء الجدول، يعني لو تروح ياخذ جدول لكل المواد هو موجود. فما نعطيك اياهم ذني الارقام او انه اني اخذهم كقطعه مال جدول واجيب لك اياها، اذا طبعا كان امتحان فاينل حضوري. اما اذا كان بالامتحان هو الكتروني فان موجودات عندك يعني بالكتاب تطلعهن وتشوفهن وتقدر مثلا يعني تطلعهن من الجدول، لانه الكتاب راح يكون موجود يمك اكيد يعني. فهذا تقريبا هي ملخص الى محاضرتنا مالت اليوم اللي تعلقت بحسابات الديفيوزيفيتي. اذا اي واحد بيكم عنده اي سؤال اي استفسار فاني طبعا حاضر للاجابه على اسئلتكم واستفساراتكم.